في هذه الحلقة من حوار الساعة ونتحدث فيها ونتكلم. نتكلم فنتألم، يصورون فتألمون. ليتها كانت قصة ألف ليلة وليلة، لكنها قصة العمر، قصة العاشقين على بلاط القدس الذين يذهبون هناك لتغطية الأحداث وتصوير ما يجري وبثه للعالم، فيتعرضون للتنكيل أحيانا وللاعتقال غالبا وللقتل أحيانا أخرى، الراجفون بأفئدتهم على درب الآلام، درب الآلام الذي عذب عليه السيد المسيح قبل 2000 عام، ولا يزال الفلسطيني يعذب وصولا إلى أزقة البلدة القديمة. كيف يعمل الصحفي والمصور الفلسطيني والمصور العالمي تحت حراب الاحتلال؟ أنا وإياكم قبل أن أرحب بضيوفي سأترحم على شهداء الصحافة في هذا العام، الشهيد محمد الكومي وحسام سلامة ومحمد أبو عيشة وغيرهم من الصحفيين الذين استشهدوا بقصف الطائرات الإسرائيلية، وكنا نقول يعتقلون أحيانا لكن غالبا صاروا في الحروب يستشهدون، مع أن الصحفي مدني أثناء النزاع ويجب تطبيق النظام المدني عليه وعدم اعتباره خصما أو طرفا. بالأمس شاهدنا جميعا كيف غطى المصورون والصحفيون مسيرة اليهود التي كانت في باب العمود بالقدس، ولاحظنا كيف قاوموا الاحتلال لساعات طويلة. أرحب أولا من اليمين إلى اليسار بزميلتي مراسلة الميادين في القدس هناء محميد. الحمد لله على السلامة، أهلا وسهلا. معي أيضا المصور الصحفي إياد حمد، الحمد لله على السلامة مرارا وتكرارا، وأهلا بك على شاشة الميادين. أتشرف بالزميلة الإعلامية خلود مصالحة من مركزة المشاريع في مركز إعلام، أهلا وسهلا وشكرا للحضور. أبدأ بالسؤال، كيف كان التصوير يوم أمس؟ ما الجديد؟ ما الغريب؟ نعم، يعني التغطية يوم أمس كانت صعبة للغاية في ظل وجود آلاف من المستوطنين الإسرائيليين الذين توافدوا بأعداد كبيرة ومتتابعة إلى البلدة القديمة، وفي ظل حراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي لهؤلاء المستوطنين. هذا المشهد هو مشهد غريب على القدس عموما، يعني نحن نشهد انتهاكات عديدة متنوعة تطال مدينة القدس، ونشهد أيضا حضور طوال الوقت للمستوطنين الإسرائيليين، ولكن بهذه الأعداد الكبيرة الضخمة يعني هذا نشهده مرة واحدة سنويا، وفي الأمس شهدنا ذلك أيضا من خلال شاشات الميادين. فالصعوبة كانت بالفعل يعني مع هذا الوجود الكبير والضخم لقوات الاحتلال، العمل بظرف معادي. الجديد مش جنود الاحتلال، الجديد أنهم مستوطنين. صحيح. وجنود احتلال. صحيح، يعني جنود الاحتلال يعني أعطوا حراسة كاملة وتامة للمستوطنين، أيضا لتمريرهم بين يعني المواطنين المقدسيين وفي داخل البلدة القديمة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعني كانت هناك حراسة لهم إذا أي عمل يقوم به هؤلاء المستوطنين. أنا راح أقطعك، أنا أريد أنا والمشاهدين أن نعرف ماذا لم نرى. نحن رأينا وشاهدنا كيف كان المستوطنون وجنود الاحتلال، لكن نريد أن نعرف المشاعر وطريقة العمل. إياد حمد، أصبت وشاهدنا دماءك تنزف سواء بالرصاص أو بالعصي في أكثر من ساحة وفي أكثر من مجال. أنا أريد أن أسأل بدقة، هل هناك خطر، تشعر بالخطر على حياتك حين يكون هناك أحداث مواجهات مع المستوطنين مع الجيش، وأيهما أخطر؟ حقيقة أخ ناصر، مهنة مصور الصحفي في هذا الوطن هي كلها صارت حالة خطر لحظي. يعني مش تقول أنا اليوم بعيش خطر بكرة بعيش خطر، أنت بتنطلق من بيتك في أي مهمة فيها مواجهات، أنت كثير بينك وبين نفسك تقدرش تضعف قدام عائلتك، أنت بتودع عائلتك، بتقبل أطفالك وبتطلع بدون مشاعر أنك تقبلهم، بس حقيقة بينك وبين نفسك أنت بتقبلهم، لأنك أنت رايع على المجهول، رايع على المزاج، رايع على الحقد. يعني إذا الجندي مزاجه مش معجبه بطلق النار عليك بكل سهولة، إذا مستوطن حاقد أطلق عليك النار، إذا الجندي بده يتعاطف معك اعتقلك. ياد، قبل أن أنتقل للزميلة خلود، أنا أريد أن أسأل، مثلا حين سقطت الصواريخ آخر مرة على تل أبيب، شاهدتك تجري باتجاه تصوير أين سقط الصاروخ في إحدى المستوطنات، فعلا كان هناك خطر أن تموت، ما هي مشاعرك
ما بين حقك كصحفي أن تصور وتنقل للعالم كله أين سقط الصاروخ، وإسرائيل أخفت هذه المعلومة، وبين أن تعرف أين سقط الصاروخ. كيف فكرت في تلك اللحظة؟ من يأخذ القرار، أنت أم هوايتك أم المهنة أم يعني أي إياد يقرر في تلك اللحظة؟ المهنة وعشقك للمهنة وللحدث، وإنك تحاول تكشف للناس ما هو مجهول خلف الجدران، هذا اللي بعطيك الدافع إنك تنطلق بسرعة. الصاروخ سقط جنب مستوطنة قرب بيت لحم بسبب عليه عاموس في الليل سقط، أجا الخبر. انطلقنا في منطقة بعيدة، وصلنا هناك لقينا الجيش عماله قاعد بصل، منعونا نصور كويس. بس أنا كصحفي بدي أرجع أورجي للناس حقيقة اللي مش شايفينه. أنا بحس إني أنا بمثل آلاف ملايين المواطنين اللي قاعدين في بيوتهم، وكأني بشتغل وكيل إلهم. أنا بحاجة أجيب لهم أنقلهم ما يحدث، حقيقة ما يحدث على الأرض، إلى بيوتهم عبر شاشات التلفزيون. هذا الدافع اللي بوصلك إياه، وبحقيقة بدون أي، والصورة غير القلم، الصورة هي الحقيقة، ما فيش إمكانية دبلجتها ولعب فيها. سنعود للحديث عن الإصابات وعن خطورة المهنة. أستاذ خلود، قطعت الجدار من الناصرة إلى هنا، الكاميرا هزمت الجدار، قد يكون الجدار ميكانيكيا منع الناس من التواصل، لكن الكاميرا كما هي الآن تجمع أستاذ خلود من الناصرة، إياد من بيت لحم، وأنا من القدس، وتجمع كل المشاهدين مع بعضهم البعض كمركزة إعلام. هل من جديد أصبح خطر على حياة المصور والصحفي؟ هل ما نشاهده جديد ولا إحنا ما كنا نعرف؟ طبعا هو ليس بجديد. إعلام ومركز إعلام المجتمع العربي الفلسطيني رصد منذ 2005 برصد انتهاكات بحق الصحفيين، وسنويا عندنا معدل 10 انتهاكات بالسنة. بس إذا بنحكي 10 انتهاكات، إحنا بنشمل الصحفيين في القدس اللي هن بعانوا يوميا من انتهاكات بكافة الأحداث، خصوصا أيام الجمعة وصلاة الجمعة. الانتهاكات أمرار 10 انتهاكات في السنة سنويا إذا بنشمل صحفيين القدس دون رام الله. طبعا رام الله هنالك مرصد مركز آخر. حضرتك في مدينة القدس؟ في مدينة القدس طبعا. بدي أحكي لأنه الأرقام اللي عندي تصل إلى 1000 تقريبا، 980 انتهاك. تفضل حضرتك. بال 2012 كان تقريبا 90 صحفي اللي استشهدوا جراء تغطيتهم لمناطق نزاع بشكل عام بالسنة كلياتها وبكل العالم. لا أنا بقصد عينيا عن القدس نفسها وعن مناطق الداخل. طبعا إحنا الانتهاكات ما بتصل، الاعتداء الجسدي قليل جدا. يعني اللي بتذكره بال 2008 كان هنالك اعتداء جسدي على صحفيين غطوا مسيرة العودة، فيما عدا ذلك ما رصدنا حالة اعتداء جسدي. أغلب حالات الاعتداء الجسدي بتتم بالقدس لصحفيين مقدسيين، وخصوصا أيامات الجمعة، أيام الجمعة وصلاة الجمعة. أنا بدي تعقبي حضرتك، عندي أرقام من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 85 حالة إطلاق نار أصيب من جراء 66 صحفي، ضرب وإهانة وتحقير وحط من الكرامة 98 حالة، 78 حالة اعتقال واحتجاز، 21 حالة منع، 5 حالات مصادرة بطاقة الصحافة ومصادرة المعدات ومواد التصوير، 4 حالات منع من السفر، 4 مداهمات لمنازل الصحفيين، وصولا إلى تقريبا 1000 حالة إصابات مباشرة للصحفيين في الانتفاضة. الحديث عن القتل، زملائنا في فضائية الأقصى تم قصفهم رغم وجود شعار بريس وبناية موجودة في غزة للصحفيين، استهدفوا وقتلوا وهم معروف بأنهم صحفيون في مركز للصحفيين. لاحظتي ردا على سؤالي الأول حضرتك، لاحظتي استهداف للصحفيين؟ طبعا بداية أنا لا أشكك بالمعطيات، لما قصدت على معطيات الانتهاكات والضرب أنا قصدت القدس والفلسطين المحتلة عام 48 واللي هو إحنا بننشط فيه عمليا في الضفة الغربية، في مركز ناشط، مركز حقوقي للإعلامية الناشط، وفي غزة كمان في المركز الحقوقي ناشط هناك وبعتمد معطيات. بالنسبة لقصف وسائل إعلام تم بالعدوان الأخير على غزة، وتم بصورة موجهة، وكان في اعتراف من قبل
الناطق بلسان الحكومة الإسرائيلية سواء باللغة الإنجليزية وباللغة العبرية على استهداف المكاتب الصحفية، كان في عندهم تردد من تفسير هاي الاستهداف وأهدافه. الاستهداف تم 3 مرات، حتى لو كانت أول مرة غلطوا عن طريق الخطأ ففي مرتين ما عدا ذلك اللي كانوا مستهدفين فيهم الصحفيين ومكاتب الصحفيين. طبعا الناطق بلسان الحكومة الإسرائيلية اللغة الإنجليزية علل إنه هدول مش صحفيين وهدول قسم منهم مسلح، ليفسر شو نوع الاعتداء اللي تم. أنا لا زال عندي حب الفضول. بالأمس شاهدناك على شاشة الميادين تقاتلي، تتحدثي باللغة العبرية أحيانا مع المستوطنين باللغة العربية، أحيانا أسمعها كمشاهدين كزملاء استغاثة، أحيانا حق، أحيانا دفاع عن الذات، أحيانا دفاع عن الوطن. حين تدفق المستوطنون باب العمود كنت تبكي. أنا أريد أن أسأل فتاة عربية فلسطينية في بيت المقدس في القدس الشريف، شو هذا الشعور لما أنتم كصحفيين منعتوا، كان كل صحفي تقريبا مقابله 10 على الأقل مستوطنين وجنود مدججين بالسلاح. أنا أريد أن أسأل هنا الإنسانة، نحن كمشاهدين يعني هذه المشاعر كيف كانت؟ يعني بداية المشهد هو صعب جدا، صعب على أي فلسطيني كان بغض النظر إن كان صحافيا أو إن كان متظاهرا في تلك اللحظة. وجود هذا الكم الهائل من المستوطنين ومن جنود الاحتلال يدخلون إلى المدينة المقدسة بهذه الطريقة العنجهية، بهذه الطريقة الاستفزازية والتصعيدية، هو أمر مزعج ومستفز للمشاعر الإنسانية بالدرجة الأولى. الصحفي تكون ملقاة على عاتقه مسؤولية نقل الحدث أيضا. أنت سمعت شو كانوا يهتفوا المستوطنين؟ كنت يعني مركزة في البث، كانوا يهتفوا محمد مات. نعم هذه يعني ليموت العرب. نعم. ويكرروها محمد مات ليموت العرب. هذا استفزاز لكم. يعني هذا استفزاز للمكان بالدرجة الأولى، لهوية المكان الفلسطينية وهوية مدينة القدس وعروبتها بالدرجة الأولى، وأيضا استفزاز لكل من كان متواجد هناك من فلسطينيين ومن عرب يعني بشكل عام. أنا على المستوى الشخصي يعني كانت ملقاة على عاتقي كما قلت مسؤولية أن أنقل الحدث بكل تفاصيله الدقيقة وبشكل مهني وموضوعي يعني قدر المستطاع، ولكن هذا تداخل يعني بلا أدنى شك مع المشاعر الإنسانية يعني ومشاعري كفلسطينية. أنا أيضا شعرت بالاستفزاز من هذا المنظر الذي يستبيح مدينة القدس، خاصة وسط صمت عربي يعني قاتل ووسط صمت غربي وأجنبي وعالمي قاتل. هذه المدينة تعاني يوميا من أبشع صنوف الاعتداءات ولا أحد يحرك ساكنا. نحن يعني فعلنا أقل ما يمكن فعله بأن ننقل الصورة وأن نستصرخ، يعني أن نعتبر هذا الحدث قناة لنا، ويعني يمكننا أن نمد العالم برسالة من هذه المدينة، رسالة خالصة من القلب بالفعل لما يجري وحقيقة الوضع في هذه المدينة. ذكر فقط المشاهدين وزملائي معي في الاستوديو من ينضم إلينا، إذا لم تكن قضية مهنة فقط بالأمس، بالأمس كانت قضية وجود، أردت أن تنقلي حقيقة وخفتي حين جاءوا يطردوا الكاميرا. أنا لم شعرت أن الصورة قد تنقطع. صحيح، أنا لم أشعر بالخوف على نفسي، يعني نحن كنا أصلا يعني ربما يعني تفصلنا دقائق أو لحظات عن أي اعتداء كان يمكن أن يكون لنا. يعني نحن كنا في مرحلة معينة متواجدين على منصة فوق درجات باب العمود، يعني وجاء بعض الشبان المقدسيين حذرونا من أن يعني مجموعة من المستوطنين سمعوهم يقولون بأنهم سيعتدون علينا يعني من الخلف، يعني كان بإمكان المستوطنين أن يدفعوننا أماما ونسقط إلى الأسفل، وهذا كان شيء وارد يعني وأخذناه بعين الاعتبار. نحن لم نخف، إن كان أنا يعني إن كنت أنا أو الطاقم التقني المصور وكل الشبان الذين كانوا معي، لم نخف على أنفسنا بقدر ما كان المشهد يجرح فكرنا، يجرح نفوسنا، يجرح كينونة الفلسطيني في هذه المدينة. وأيضا يعني نحن كصحفيين في نهاية المطاف نحن نود أن نقوم بنقل رسالة مهنية حقيقية عما يجري، ونحن
في كل الأحوال بالأمس نقلنا بالفعل ما يجري، يعني الكاميرا كانت موجهة كل الوقت إلى المشهد، ونحن اعتبرنا الكاميرا سلاحنا في تلك اللحظات الصعبة صراحة، يعني خلال تغطيتنا للحدث على مدار ساعات طويلة. نحن غطينا الحدث لمدة ربما 5 ساعات، يعني أنا لا أستطيع بدأنا أن أذكر. بدأنا من القناة من 12:30 حتى الثامنة بعد الثامنة. إياد، زميل إياد، بيكون الصحفي يعرف أنه عم بيسجل في التاريخ، يعني سواء تصوير الأحداث المهمة هون في الأراضي الفلسطينية، أو لما صورت سيف القذافي، أو لما صور دخلت التاريخ في لحظتها، المصور بيكون يعرف أنه عشرات الملايين وقد يكون مئات الملايين من المشاهدين سيشاهدوا هذه الصورة ويعرف الحقيقة، ولا بيكون منخرط في العمل لدرجة أنه يعني شيء آخر تماماً؟ حقيقة بحكي عن تجربتي كمصور، المصور لا يفكر في ذاته ولا في قيمة الصورة، يفكر في درجة أولى يوثق ما يجري داخله. هذا تدريب، هذا هيك هذا تدريب علمي، هيك تيجي معك أنك تفتح الكاميرا تدخل جوا الكاميرا كديش تقدر أحداث تعبي أحداث. هلأ بعدين أنت بصير تطلع على أهمية الأحداث، يعني أنت يوم تفتح الكاميرا وبتيجي مستوطن أو جندي بضرب ولد عمره 10 سنين بوكس في وجهه، انت ما انتهيتش، بتعرف شو القصه شو جاي؟ طبعا انت عليك كثير قصه. كسرت كاميرتك؟ اكثر من مره كسرت كاميرتي، كسرت كاميرتي في مع الاسف في مصر مرتين، في اسرائيل، في فلسطين هون اعتدى علي الجيش كسروا الكاميرا، اخذوا مني كاسيت بالقوه، اعتقلت اكثر من مره. ايهما اخطر، المستوطنين ولا الجنود وليش؟ المستوطنين كنا قبل شهر في الخليل يوم حاولوا مجموعة من لجان المقاومة الشعبية اقتحام شارع الشهداء اللي ممنوع للفلسطينيين، اللي تفاجأت فيه انه في صحفيين مستوطنين حاملين الكاميرات، حطوا الكاميرات على الارض وصاروا يشتغلوا مع الجيش، وصاروا يعتدوا على المتظاهرين وعلى الصحفيين قدام عيون الجيش، وكان يعطي اوامر للجيش انه اعتقل هذا واضرب هذا وامسك هذا، وكأن الجيش بيشتغلوا موظفين عند المستوطنين. استاذ اياد، انا بدي للمشاهد العربي، المستوطنين بخافوا من الكاميرا؟ بشعر بتوتر وبشعر لما بشوفونا بننزل بأي مكان بتوتروا بيسحبوا سلاح بخافوا من الحقيقة، بخافوا من الكاميرا. المستوطنين لأن سلوكهم سلوك مش طبيعي، ولا سلوك شرعي ولا قانوني، ابتداء من دخولهم أي أرض فلسطينية حتى بناء 10 طوابق و 20 طابق أو بناء مستوطنة، هم بيعرفوا أنهم هم قطاع طريق وهم قطعان مستوطنين، بخافوا من الكاميرا خوف شديد جدا، عشان هيك بسلطوا عدائهم القوي والشديد على كل صحفي موجود، حتى الأجانب منا كانوا. أنا بدي أذكر لك راب صحفي أمريكي في بلعين رصاصة في البطن، أنا بحكي عن الأجانب، كيتو هيرور يوناني إصابة رصاصة في الرأس، كنا بالخليل قبل شهر مصورين لسيانن أطلق النار على رجليهم، بشوف الجيش والمستوطنين مؤخراً بيطلق النار حقيقة، أنت يعني تشعر بأنه يريد أن يقتلك، الأنكى من ذلك أن المستوطن يحمل سلاح وبدأ يعتدي على المستوطنين، لاحظنا امبارح حناء اللي هاجمها المستوطنين قبل الجيش، المستوطنين أعادوا تكرارا. أولا من ناحية قانونية أستاذة خلود، هل مسموح للمستوطنين وفق القانون الإسرائيلي، بلاش القانون الدولي ومن ثم القانون الدولي، وفق القانون الإسرائيلي هل مسموح للمستوطنين أن يتدخلوا في الصحفيين؟ طبعا لا، بداية بدي أوضح الفرق ليه الاعتداء من المستوطنين أصعب من الجنود. الجندي مبرمج على النظام، براسه أنه لازم يحفظ النظام العسكري. أوكي. إحنا عندنا هون حكم عسكري. المستوطن مبرمج على الحقد، فبيجي الإصابة تبعيته أو إصابته للصحفي بتكون مؤلمة أكثر لأنه فيها حقد، بنقل الحقد تبعه بحاول يفرضه على الصحفي اللي قباله. قانونيا المستوطنين هن خاضعين للقانون الإسرائيلي وممنوع يتم أي اعتداء على أي صحفي، طبعا الصحفيين محميين سواء زي ما ذكرت طبعا ذكر نظريا يعني على أرض الواقع في الاعتداء. احكي لي عن مسيرة القدس بالأمس، الموضوع مهم وخطير وعمل عنه أفلام كثيرة، وخصوصا في مناطق الاحتكاك بيسموها في القدس والخليل والآن شمال الضفة كل الأحداث هناك، لولا الكاميرا لما عرف أحد ماذا يفعل المستوطن. بالأمس فاجأك قيام المستوطنين بهذا الحضور
ومحاولة التدخل في الصحفيين أمام نظري شرطة الاحتلال وحرس الحدود والجيش؟ فاجأني الكمية، لم ما كان متوقع كمية والعدد اللي كان امبارح من المستوطنين. كان تنظيم جدا كبير، مع انه كان في اعلان عنه قبل بيومين على انه راح يكون عمليا اقتحام للاقصى وراح تتم المسيره قريب. نفس اليوم كان في نقاش بالحكومه الاسرائيليه، وكان في تصريح من مدير مكتب وزاره الاديان على انه راح يتم النظر مجددا بالسماح لليهود المدينين بالصلاة في الأقصى. اللي كان مفاجئ جدا الكميات اللي وصلت القدس، واللي اليوم فلسطينية 48 عمالهم بحاولوا ينظموا مسيرة مماثلة بالنكبة للقدس، انهم يطلعوا للقدس. اللي ما كان مفاجئ التصرفات تبعيتهم، هي التصرفات الطبيعية بالخليل. قبل الفاصل بدي أنا أستغلك أكثر وقت ممكن. هل سمعتي بتاريخ عملك في مركز الإعلام أنه أحد المستوطنين حكم أمام محكمة لأنه اعتدى على صحفيين؟ كلا، لكن في صحفية اللي تم محاكمتها لأنها التقطت صور وما ورفضت أنها تفصح هذا على مصدر هذا الصور. هذا بعد في الجزء الثاني، لكن أنا لم أسمع حضرتك المختصة، سمعت بأنه مستوطن حكم لأنه كسر كاميرا أو ضرب صحفي أو اعتدى على الصحفيين؟ أبدا، وحتى الاعتداء اللي تم قبل فترة على الصحفيين من رويترز كان جدا عنيف ولم يتم اعتقال حتى، ما فيش معتقلين. أستاذ زياد، في ذات يوم تقدم احد بشكوى ضد المستوطنين، هل الجيش الاسرائيلي والشرطه الاسرائيليه تعاقب المستوطنين على جرائم بحق الصحافه؟ ابدا قطعيا. انا بالامس قبل ما ناخذ الفاصل، بالامس المستوطنون تقدموا، حاولوا اخذ الميكروفون منك، حاولوا اغلاق كاميرا الميادين، كانت الشرطه على بعد امتار والجنود تدخلوا، حاولوا حمايتك كصحفيه؟ طبعا يعني لم اكن اتوقع من الشرطه، شرطه الاحتلال الاسرائيلي، ان تقوم بحمايتنا، واريد ان اقول ان هذه هي عقليه المحتل ونفسيه المحتل. نعم. التي تخاف وهي تشعر بانها عابره في هذا. نعم. المكان، ولذلك تتصرف على هذا. نعم. النحو. اعذريني الان ناخذ فاصل، وبعد الفاصل نتابع مع الضيوف حوار الساعه. أخواتي وأخواتي، عدنا وفي حوار الساعة حول الصحفيين الفلسطينيين تحت حراب الاحتلال، وسنستفيد أكثر وينضم إلينا إلى الضيوف هنا في موقع التصوير في مخيم عايدة المناضل الذي يقف على بوابات القدس في أكناف بيت المقدس، وهذا الجدار من خلفنا نبث هذه الصورة الحية لعكس الواقع، أين يصور المصورون وكيف ينقلون الصور. هذا برج الحماية بارتفاع 15 متر من الإسمنت، بالإضافة إلى الجنود والدشم العسكرية، ومع ذلك يسهل الأهالي، وأقول يسهل الأهالي والسكان الفلسطينيين للصحفيين أن يقوموا بعملهم، ولولا مساعدة الأهالي وتسهيلهم لما كان هنالك معظم الصور التي تبث، في حين أن جيش الاحتلال يمنح كل التصاريح والتراخيص للصحافة الإسرائيلية ويحرم منها الصحافة الفلسطينية والأجنبية. عبد العزيز نوفل، صحفي من الخليل، اهلا وسهلا استاذ عبد العزيز. الحمد لله على سلامتك، كنت معتقل، وكما فهمت انه سبب الاعتقال هو التصادم مع المستوطنين. اولا، الخليل مدينه ناريه كبريتيه، كل المواجهات والصور، وهنا استذكر روح الشهيد مازن دعنا رحمه الله عليه والمصابين الاخرين من الصحفيين الزملاء في الخليل، ودائما كنتم السباقون لنقل الصورة منذ أيام مذبحة الحرم والمجهوم جولدشتاين وحتى اليوم. لماذا اعتقلوك؟ وماذا يريد المستوطنون؟ وما شأنهم بالصحفيين؟ واقع الخليل تعرف دكتور بأنه مناطق التماس والبؤرة الاستيطانية الموجودة في البلدة القديمة هي نقطة الاحتكاك ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين وقوات الاحتلال والمستوطنين بذات الوقت. المنطقة التي وصلناها هي منطقة تل رميد، وهي منطقة فلسطينية، وهناك مواطنين فلسطينيين يسكنون في هذه المناطق، في أحد البيوت حتى تطلق عليه مؤسسات حقوق الإنسان، وبيت سالم حتى الإسرائيلية تسميه البيت القفص، لأنه هو بيت أصلا مغلق من كافة الأطراف. هذا البيت عبارة عن شيك وقفص كامل حتى يبعدهم عن المستوطنين. حاولنا الوصول إلى هذا البيت لمقابلة بيت أبو عيشة، وهو المواطن الذي يسكن داخل هذا البيت. هذه المنطقة هي في منطقة تل رميدة، وتعتبر على ذمة الإسرائيليين أنها منطقة عسكرية مغلقة، لكنها لا توجد أي إشارة توحي بأنها منطقة عسكرية مغلقة. نحن وصلنا إلى البيت ومنهجمنا المستوطنين، المستوطنة التي هي مجاورة للبيت هي اللي قامت بمهاجمتنا ومنعنا من دخول البيت ومنادات الجنود. بالتالي ممكن بعد ذلك في هذه الجزئية. نعم. أنا بلاحظ كثير
من يشتم، من يبصق، من يضرب هم المستوطنات. يعني شو السبب عشان يحموا نفسهم المستوطنين بيبعتوا نسائهم وبناتهم يضربوكوا؟ هي بالحقيقة المستوطنات هم المتواجدات دائما في موقع الحدث وفي مناطق البؤر الاستيطانية، أصلا هم وجودهم فقط مقابل تعكير صفو الفلسطينيين ومقابلة عملية الضغط عليهم لإفراغ هذه المناطق. حتى نعم. المستوطنة التي اعتدت علينا قالت لأبو سمير لصاحب البيت الذي كنا نود الوصول إليه في تلك اللحظة قبل أن يتم اعتقالنا، قالت له نحن قلنا لك مرارا أخرج من هنا وخذ المبلغ الذي تريد. الهدف الحقيقي من هذه المستوطنة هي المستوطنة بالعشرينات، يعني بالحدود نعم. لن نبث لغاية الآن، لم نبث بمعظم الصحافة الكلمات النابية والشتائم الرخيصة التي تطلقها المستوطنات ضد الصحفيين وأيضا شتم الأنبياء. هذا في كل يوم في الخليل. صحيح دكتور، وأكثر من ذلك يعني المشكلة الحقيقية هي أن الحكومة والتي تقرر هذا الموضوع هم المستوطنين وليس الجيش الاحتلال الإسرائيلي وليس الشرطة الإسرائيلية. الشرطة الإسرائيلية حين أوقفتنا في مكان الحدث كانت تتلقى أوامرها من المستوطنة، إما بتعتقله إما برفع عليه قضية وإما بحكي مع القيادة. وسجنت؟ كان عبارة عن ليس سجن، هو تحقيق وتحولت المحكمة، عندي محكمة ب10/6 حول دخول منطقة عسكرية مغلقة، وأنا قلت للمحققين في ذلك أن المنطقة التي دخلتها هي عبارة عن منطقة فلسطينية. طبعا أنت صحفي من مدينة الخليل وخليلي وتحاكم من قبل المستوطنين الذين جاءوا من كل أصقاع الأرض بتهمة أنك دخلت إلى الخليل. نعم صحيح. حرام على بلابله الدوحة. نعم صحيح. في المنطقة التي نتحدث عنها حتى يعني الشرطي والمحقق الإسرائيلي عندما قلت لا يوجد هناك أي إشارة تشير أنا منطقة عسكرية مغلقة، هذا واحد. أنا أحمل بطاقة الصحافة الفلسطينية وأحمل بطاقة الصحافة الدولية، بأي حق تمنعني من الدخول؟ قال أنت تحمل هوية فلسطينية، بما أنك تحمل هوية فلسطينية انسى البطاقة الصحافة التي تحملها، انسى أنك صحفي، أنا أتعامل معك في هذا الوقت على أنك فلسطيني. قبل أن أنتقل للأستاذ زياد متحمس أن يدلي بدلو في هذا الموضوع. نعم. هل هناك فتح نار على الصحفيين؟ أكيد يعني فتح نار بمعنى بهدف القتل ولا بهدف الإعاقة؟ لا ولا لا، الصور دكتور ناصر تشير إلى ذلك. نائل الشيوخي جميع العالم شاهد الصور وهو تطلق عليه الرصاص وهو على الأرض، وكان مستمر بإطلاق الرصاص المطاطي باتجاهه والصحفيين. وبثت البي بي سي هذا في فيلم دخل التاريخ. صحيح. وهو ملقى على الأرض جريح، ظل إطلاق النار عليه بهدف قتله. وعملية إطلاق النار هي بمنطقة قريبة من المنطقة التي أتحدث عنها إليك، هي المنطقة التي يتواجد فيها البؤر الاستيطاني في منطقة تل رميدي، وهي القريبة من منطقة شارع الشهداء. وهذا الشارع بطبيعة الحال في مدينة الخليل دكتور، أنت تعلم ما يعنيه هذا الشارع الذي يعتبر هو الحيوي الواصل بين منطقة جنوب الخليل ومنطقة شمال الخليل، وبالتالي يضطر المواطن أن يسلك حوالي 25 كيلومتر مقابل أن يغلق هذا الشارع الذي لا يتجاوز كيلومتر واحد. سأعود إليك لأهمية الخليل وأهمية ما تتفضل به وأهمية هذا الموضوع، لكن يظل القلق بأن المستوطنون لا يريدوننا أن ندخل هناك. دخول الصحافة هناك أبقى القضية حية، وهذا ما يعرفه الجميع. أستاذ إياد متحمد، كيف نحمي الصحفيين؟ يعني هل لديك فكرة؟ أول شيء استكمال الحديث الأخ، أنت عند إبراز هويتك لأي جندي وبتبرز أنك فلسطيني سقطت أي حصانة عنك، أي بطاقة، أي كرتونة معك، أي رخصة، كلهم بصير على الأرض، بصير عندك تهمة كونك فلسطيني. إلا كونك فلسطيني ممنوع تخش المنطقة هذه وممنوع تحمل كاميرا، لأنه بعتبرك أنت معادي. أي بطاقة بتحملها مش موجودة. أنا بقول لك كصحفي فلسطيني مصور وبحكي بأسى وبخوف على حالنا، أنا بقول لك كفلسطيني طالب حماية دولية للفلسطينيين، للصحفيين الفلسطينيين في الميدان بصورة يعني على وجه التحديد بصورة خاصة. إحنا مستهدفين في كل دقيقة، في كل لحظة. أنا كنت في الخير قبل أسبوعين ثلاث، كانت في مواجهات مع استشهاد ميسرة بحمدية رحمة الله عليه. الجيش الإسرائيلي منعنا نقف قريبين منه، طردنا باتجاه المتظاهرين، وبعد 10 دقائق فتحت النار على المتظاهرين وعلينا. كان الرصاص يجي في الحيط ويرد على الصحفيين، اتصابوا عدد من الصحفيين بالمطار. كنا هناك وبثينا مباشره. يعني انت نعم. انت مشروع، انت مستهدف من قبل اسرائيل، مستهدف اكثر من الولد من الشاب ومن الطفل اللي بيضرب حجر. انت حضرتك طالبت عبر شاشه الميادين بحمايه دوليه للصحفيين. نعم، لاني انا امام قانون، انا اعزل احمل كاميرا كويس، انا امام قانون. وجهوا لي تهمه، اخذوا جندين اثنين وجهوا تهمه اني اشتمت الضابط ضربته،
في احدى المظاهرات، في التغطيات. طيب انت اذا بيجي مستوطن بده يعتدي عليك، بدي تتدخل معي الاستاذه خلود بصفتها صاحبه الاختصاص، لو مستوطن بده يعتدي عليك حاولت تمنعه، انت تحاكم بتهمه محاوله خطف سلاحه وضربه وقد تصل الى 4 سنوات. حط له راسه كله ضربه تصغر. نعم. الخواجه القانون الاسرائيلي طبعا من حقي كمان احمي كاميرتي. نعم. وانا امارس حقي، لان هذا المستوطن مش من حقه يمنعني، فيش قانون بيملك المستوطن انه يمنع اي واحد صحفي يصور، اذا هو في عنده عار من اللي بيسويه يتخبى في بيته ما يطلعش، ما يمارسش الحماقات اللي بمارسها قدام الكاميرات وبعد الكاميرات. احسنت. استاذ خلود، ما تفضلوا به الزملاء، الاعتداءات على الصحافه مجدوله وفي بنود، تبدا بالقتل لا سمح الله، ثم تقييد الحركه، عدم منح تصاريح، الضرب، الاحتجاز، العنف، الاهانه، الحط من الكرم، منع السفر، اطلاق النار بهدف الاعاقه، تكسير الكاميرا، مصادره المواد. كل هذا سلسلة كبيرة. الأستاذ إياد يطلب حماية دولية للصحفيين الفلسطينيين من المستوطنين. إيه طبعا بتفق معاه. إيه ممكن يكون حل، في عدة حلول للموضوع. يا ريت تفضل. إيه بداية قانونيا لازم يكون مركز إعلامي قانوني اللي مقر الضفة الغربية يدافع عن الصحفيين من ناحية قانونية. قبل هيك لازم الصحفيين يذوتوا حالة الرقابة الذاتية وعدم الخوف، في منطقة عسكرية مغلقة أو ما فيش منطقة عسكرية مغلقة، صحفيين ممكن يصوروا بعيد أو ممكن يمارسوا مهنتهم الصحافي بشكل حر، حتى المنطقة اللي بحكي عنها أنا ما سمعتش إنها منطقة عسكرية مغلقة لأنه تل إرميدة في قلب مدينة الخليل، تل إرميدة هي صحفي فلسطيني، هي سوق الخضار لمدينة الخليل، فما عرفت إنه منطقة عسكرية عمليا الخضار. بداية مرحلة التذويت إنه هني عندهن عمل اللي بيخولهن يكونوا حرين، هن ناقلين الحدث، ناقلين الحقائق، عندهن امتيازات اللي هي أكثر من المدنيين. فيما عدا ذلك لازم يكون مركز حقوقي قانوني، بكفيش رصد الانتهاكات الا يكون عندنا اكشن، خطوه زياده، محاكمه المستوطنين، محاكمه حاليا. هل سبق ورفعتم قضايا ضد المستوطنين؟ برجع بحكي يعني هذه الاعتداءات اللي تفضل فيها الزميل عبد العزيز نوفل في الخليل وسمعنا العشرات، ونعرف بانه كل مصور صحفي، المشاهد يشاهد الصوره، لكن نشاهد زملائنا المصورين حين يعودون ليستبدلوا ملابسهم اما كسر عظم او مكان العصي في كل مكان والردود، هذا يومي. زميل اياد قال كلام يعني ليس فقط محزن، خطير، قال اقبل اولادي واودع اولادي من دون ان يحسوا حين اذهب الى التصوير. يعني وصلت الامور الى هذا الدرجه. حاليا ما سمعنا عن بدايه كل المراكز الحقوقيه قبل ما تقدم على خطوه شكوى وتقديم شكاوى، الصحفي نفسه لازم يقدم شكوى بمعزل عن المراكز الحقوقيه. ما بعرف لازم يتم تنظيم الموضوع قانونيا. لا شرط انه نقدم للاسرائيلي يعني يمكن دوليا. على فكره في عندنا مجال مش توجه للسؤال بعد اذنك عشان ناخذ الاجابه. انا مش مقتنع وما بدي اشكي للشرطه الاسرائيليه انه اخوه المستوطن ضربني، في حل اخر؟ آه طبعا. يعني لانه هذا ظلم مرتين، اني اضرب واني اشكي للي ضربني. في حالتين مبدئيا معظم الصحافه الاسرائيليه، وهون بيجي عتب كمان على الاعلام الاسرائيلي وتعامله مع الاحتلال وكيف بتبنى السياسه والروايه السياسيه والعسكريه الاسرائيليه، بدايه الصحفيين الفلسطينيين ممكن يضغطوا على كل الهيئات الدوليه الاعلاميه على منع اي صحافي اسرائيلي من المشاركه في هيئاتهم، ان كان الاتحاد الفدرالي للصحفيين ولا ان كان الاتحاد الاوروبي للصحفيين، عمليا الصحافه الاسرائيليه هي عضو في جميع النقابات الدولية، مؤسسات الإعلامية الدولية، حتى الرصد للانتهاكات، فممكن يكون حشد وضغط من قبل الصحافة الفلسطينية على المؤسسات الدولية إنها تمنع الصحافة الإسرائيلية من المشاركة. اه طبعا. الحالة الثانية ممكن يتبنى اي مركز حقوقي تنفحص امكانية التوجه للقضاء الدولي بمحاكمة الصحفيين، محاكمة المستوطنين المعتدين. لانت بلشت البرنامج بالقانون الدولي، القانون الدولي متفق عليه على انه الصحفي محمي، يعتبر مدني بس عنده امتيازات خاصة، هو محمي ومجبورين يحموه، فعندنا هون منفذ قانوني بالقانون الدولي ممكن الواحد يستغله. انا مش مختصة بالقانون الدولي بس بفكر ممكن انه الواحد يفحص الإمكانية. طيب أنا بدي أسأل هنا عودا على بدء، موجة البث المباشر تحمي الناس؟ بالأمس لاحظت جاءت فتاة فلسطينية واحدة رفعت علم فلسطين، ثم أصبح أكثر من ثم تحولت إلى تظاهرة فلسطينية. بشعر لما بروح على مخيم العروب، على الخليل، على نابلس، على أي مكان يكون المستوطنين يعتدوا على المواطنين، لما المواطنين
بشوفوا الصحافة بيرتاحوا، بشعروا إنه في حد حماهم. يعني إحنا نحمي بعض كصحفيين وبنحمي المواطنين. الموجة المباشرة، البث المباشر، وهنا الكلام لكل الفضائيات العاملة، الخبر الفلسطيني، تهويد القدس. أنا آسف لا أستطيع المجاملة في هذا الموضوع، مع احترامي لكل العواصم وما يحدث في كل العواصم والعالم، لكن حين يدخل 60,000 مستوطن للمسجد الأقصى، هل بعد هذا خبر؟ كيف شعر الناس سكان القدس حين شاهدوا الصحافة وشاهدوكم أنتم هناك؟ بداية يعني البث المباشر هو بالفعل يحمي الناس. يعني تخيلوا لو أننا يعني لو القدس في الأمس مرت بهذه الحالة الهستيرية، يعني من العنصرية والاستفزاز لكل ما هو مقدسي فيها بدون أن يكون هناك تغطية إعلامية. يعني لم يكن أحد ليعلم ما قد يجري في أزقتها، وخاصة في ساعات المساء. يعني ربما كانت أضربت النيران في البلدة، يعني من كان يدري ماذا كان البث المباشر حمى القدس. على فكرة لاحظت ملاحظة هنا، لاحظت ملاحظة وانت تبثي على الهواء، ضليت أراقب الإعلام الإسرائيلي، لم يذكر شيء. بعد الساعة الثامنة، يعني بعد 5 ساعات من البث المباشر، وجرى الاعتداء على تلفزيون فلسطين وزملائنا في تلفزيون فلسطين، جابوا خبر صغير، خبر صغير بأنه كانت مسيرة في القدس. هم اضطروا لأن يعني حاولوا إخفاء كل ما يحدث. أنا شعرت أنه الموجة المباشرة التي قمتم بها حمت القدس بالطبع. يعني لأنه كان المستوطنين، أريد أن أعلق على هذا ناصر، يعني الإعلام الإسرائيلي هو يندرج ضمن كل السلطات الإسرائيلية، هو أيضا إعلام وجه له أجندة إسرائيلية واضحة تخدم الاحتلال، تخدم العقلية العسكرية الإسرائيلية المستشرسة في كل مناحي الحياة، في الشارع الإسرائيلي، في كل الدرجات يعني السياسية والشعبية في إسرائيل، وبالتالي هو يخدم هذه المصالح. نحن عندما يعني قمنا بالبث المباشر لعدة ساعات، نحن يعني وضعنا القدس على الأجندة، يعني على أعلى السلم الأولويات للمشاهد العربي بكل العالم، وأيضا يعني جعلنا الإعلام الإسرائيلي ربما يضطر لأن يذكر ما جرى. سكان القدس لما شافوك وأنتم كصحافة عربية شفتم لفوا حواليكم وشفتم بيحموكوا وأنتم بتحموهم، هذه حماية يعني متبادلة قد نقول. صحيح. يعني بالطبع المقدسي بحاجة لكل صوت يعني يستطيع من خلاله أن يصرخ للعالم ويقول النجدة باختصار شديد. القدس تتعرض يوميا لكل مظاهر الانتهاكات الإسرائيلية، مصادرة أراضي، هدم بيوت، اعتقال أطفال وفتية، وبالأمس رأينا ذلك عبر الشاشة، يعني بالبث المباشر تتم عمليات اعتقال لأطفال فلسطينيين في عمر 10 سنوات، 12 عاما، وهذا يعني انتهاك خطير لحقوق الطفل. أيضا يعني مجرد عندما نتحدث عن المضايقات التي يتعرض لها الصحفيين الفلسطينيين، نحن نتحدث أيضا عن انتهاكات لأبسط الحقوق بالتعبير عن الرأي، وإمكانية أيضا أن نقل يعني الحدث. اطمأنوا أهل القدس، أنه العرب شايفينهم، أنه في بث مباشر. يعني نحن كإعلاميين نقلنا الصورة، يعني بقي على العرب أن يتحركوا بالمقابل. يعني نحن نتحدث عن هذه الزاوية باعتقادي. نعم، يعني باعتقادي بالأمس كانت مناسبة يعني للأسف في ظروف سيئة للغاية تحل على مدينة القدس، ولكن هذه كانت مناسبة لأن ننقل صورة الوضع في القدس، ولأن نكون متنفسا للمقدسيين أمام العالم العربي. رأينا أم أيمن. صحيح. يعني هي صرخت بكل جوارحها واستنجدت بكل العالم أن يأتي وينقذ العالم. بالضبط، أن يأتي. يعني هذا يرينا صمود المقدسي وعنفوان المقدسي والفلسطيني عموما. هو رغم كل هذه العمليات والسياسات التي تستفز وجوده، هو صامد وباقي في مدينته ويعني مصمم على الوجود فيها. أحمد جوابرة، طفل بالعروب شاهدناه على الشاشات وهو يتوسل للجندي أنه لا تعتقلني الليلة، تعال غدا عندي امتحان، لولا الكاميرا لما عرف الناس. أستاذ إياد، تشعر أنه الناس بطمئنوا لما بشوفوك؟ طبعا. شوفوا الكاميرا العربية، بشوفوا الكاميرا العربية والناطق بلسان الضاد موجود، وهم يتأذوا ويحرقوا ويعذبوا،
تحت نظر العالم بتعطيهم طمأنينة ولا بتاخذ منهم ولا متبادلة مثل ما قالت زميلة؟ المواطن الفلسطيني بعيش في حجب عن الحقيقة عن قضيته من عشرات السنين، انه كل الناس تعاملوا مع الفلسطينيين ارهابيين كذا، انطردوا من بلادهم تحت اي بنود. اليوم الفلسطينيين معنيين في اي كاميرا، بتم الحقيقة الواقع تبعهم الناس يعيشوه، وجوز بتشوف الناس تفاجئ اليوم، حتى الاسرائيليين والاوروبيين والامريكان بتفرجوا على الصور بتخرج من فلسطين من المخيمات من القرى الفلسطينية، بيستغربوا على الواقع هذا، ان الجندي ان الفلسطيني مضطهد. كان الفلسطيني مقدم من الجانب الاسرائيلي على انه هو قاتل، هو مجرم، هو تيرورست. اليوم بتيجي تشوف جندي مدجج مع قدام طفل 15 سنه. بدي اتحدث لي عن تعاون وزملائي، عن تعاون المواطن. كثير من الاحيان خطات صحفيه، يعني المواطن بتصل احنا بقول تعالوا، وبيتجند المواطن العربي يتجند. وانا هنا اشير الى مبادره منظمه بيت سالم لحقوق الانسان الاسرائيليه، اللي قالت للفلسطينيين احنا مش قادرين ندافع عنكم، كل واحد يشتري كاميرا او يحمل كاميرا. وشاهدنا ذلك في نعلين، شاهدنا صوره في بلعين جندي يطلق النار على مواطن فلسطيني وهو مكبل اليدين. شاهدنا معظم الاحداث اللي صارت في الخليل كمان لم يصورها الصحفيون، وانما مواطنون وقدموها للصحافه ووزعت الى الوكالات قدموها. وهنا اريد ان اشكر كل مواطن صحفي، وليس كل صحفي مواطن فقط، كل مواطن صحفي يلتقط الصورة أو يقول للمصور أو للصحفي تعالى واشهد واكتب للتاريخ، تلاحظ هذا التفاعل. يعني في المواطن بتفاعل مع الصحفي، حتى مع، يعني أقول لك مش مع الفلسطيني، حتى الصحفي الأجنبي اللي بيدخل طبعا بيدخل الكرة الحقيقة الفلسطينية، هو خلاص بصير جزء من العائلة أو جزء من مع من المرا مع المرا لا لا بديش، هو بدي واحد، انا بدي بحاجه لواحد ينقل صوره الواقع تبعي بغض النظر مين هو، كان اسمه محمد، اسمه اياد، اسمه مايك، اسمه مايكل. الناس الفلسطينيين بيفتحوا بيوتهم دائما، وقديش بيقدروا يكتبوا مساعده للصحافه بصوره عامه ويخبئونهم عن عيون الاحتلال، وفي حظر التجوال يمرون من داخل بيوتهم بالضبط. هذا الفلسطيني اللي بده الناس تساعده عشان تنقل حقيقه واقع صراع الفلسطيني الاسرائيلي. لاحظت في الحرب الأخيرة على غزة والحرب على لبنان، وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت للصحفيين الأجانب بالحرف لا تتعبوا أنفسكم وتذهبوا وتعرضوا أنفسكم للخطر، تعالوا ونحن نقدم لكم الصور جاهزة مع الخبر ومن دون إشارة من دون لوجو، وخذوها فري مجانا. وبالفعل بعض الصحفيين في أول يوم قبلوا في حرب لبنان وحرب غزة، ثاني يوم انتبهوا لأنفسهم، التلفزيون الياباني والأوروبية وحتى الأمريكي انتبهوا لأنفسهم وأن هذه خدعة، وأصروا أن يذهبوا ويصوروا من غزة ومن لبنان، وكانت النتيجة أن هذه الخطة من وزارة الخارجية فشلت. هل يائس الإعلام الإسرائيلي؟ زيف شيف قبل ما يموت أكبر محلل عسكري إسرائيلي في هارتس قال للحروب مدفعية أقوى هي الإعلام، وخسرناها وكسبها العرب. هل توافق على ذلك أستاذة خلود؟ طبعا بعد حرب لبنان في تقرير، بعد ما كان في نقاش لمسألة الحرب على لبنان كان في تقرير بيختص بالإعلام، وكان في تقييم واضح على إنه إسرائيل خسرت المعركة إعلاميا مقابل تلفزيونات المنار وتلفزيونات لبنانية بالأساس المنار، عشان هيك كان في ضرب على المنار كمان، وتم ضرب المنار بفترة العدوان على لبنان. بالأول الأخير بالفترة الأخيرة في عملية في منهجية شغل للجيش الإسرائيلي يعني وللشرطة. أنت بتذكريني في قضية مهمة جدا، لما أبو عمار أعلن انتفاضة النفق في 96 جاء وقصف هيئة الإذاعة والتلفزيون في أم شرايط برحم الله على رؤوس من فيها وهم في العمل، فضائية الأقصى، فضائية المنار، إذا كل قناة مقاومة أو حتى غير مقاومة في السيارة شاهدنا اجانب. هاي استهداف للحقائق في عمليه السور الواقي ما يسمى، ايضا تم يعني ضرب مبنى تلفزيون فلسطين حتى اليوم. هاي استهداف، معلش اكمل جملتي الاخيره، واضح الاستهداف، موجود الاستهداف، بس في منهجيه التعامل انت حكيت عنها اسا وهي موجوده للجيش الاسرائيلي وللشرطه الاسرائيليه. امس بالحديث عن مسيره الاعلام اللي تمت وصلنا مش اقل من 20 بيان عن طريق الشرطه
لا لا لموقف الشرطة من شو بيصير بالقدس عمليا. حضرتك بس للمشاهدين العرب الشرطة الإسرائيلية بتقول طبعا شرطة نعم. الاحتلال عمليا بصلك 20 رسالة من الشرطة انت مش مفروض تكتب عنها او تستعملها، بس هن عندهم طرق كيف انه يخلوك تدخلها على الخبر. انا نفسي لك تاخذ الخبر بالضبط، ومش بس هيك انت بيتم مسألتك بطريقة غير مباشرة، بطريقة لطيفة اول مرة، بطريقة لطيفة ثاني مرة، فيما بعد انت بفرض عليك انك تفوت، ليه بتغطي الخبر من ناحيه واحده؟ ما في عندك الجهه الاخرى اللي هي احنا، طيب. فعمليا هن مفوتوا. وغري هيك الجيش بالاونه الاخيره من السنه الاخيره، او تعال نقول من احداث مرمره، بكل حدث اللي بتعلق بالامن الاسرائيلي بصلك فيديو، بصلك مصور، الاستهداف اللي كان بغزه الاخير وصلنا فيديو الاستهداف طبعاً. مع الصور مع الشخصيات بالضبط، تم توزيعه مجانا. استاذ عبد في الدقائق المتبقيه لدي انا اريد ان اسال، الصحفي الفلسطيني ممنوع ان يدخل الى اسرائيل، ممنوع ان نجتاز هذا الجدار، ممنوع ان نحمل كاميرا داخل هذا الجدار، ممنوع ان ندخل حتى للصلاه، ثم الان يحاولون منعنا من التصوير في بيوتنا كما حدث معك في مدينتك في حارتك بين اصدقائك حتى ممنوع. انا سؤالي هو هل انتصرت الكاميرا الحره ام كاميرا الاحتلال؟ واضح تماما انه في وجهه نظر، بس انا بهمني اسمع رايك، راي الصحفيين في الخليل، نصائحك، خبرتك عن كيف نتعامل مع الصوره من الخليل ومن الاراضي الفلسطينيه. لا شك بان الكاميرا الفلسطينيه نجحت بان تنقل صوره الحقيقه، لكن الاشكاليه في هذا الموضوع ان الاسرائيليين يتعاملوا بمحورين. بتعامل المحور الاول هو على واقع المعنويات الفلسطينيه وكيفيه تسويق الخبر الاسرائيلي للفلسطينيين، ولكن الاهم من ذلك راي العام الدولي. الاسرائيليين يتعاملون مع الراي العام الدولي بصوره مختلفه، وهذا نلاحظه بالتعامل مع الصحفيين حسب الوكاله من اي مصدر بيتعامل، هو مع وكاله رويترز، مع الاي بي، هل هو مع التلفزيون الامريكي، هل هو مع فوكس نيوز، هل هو مع سي ان ان، هل هو مع قناه عربيه، يختلف التعامل. الجيش الاسرائيلي، جيش الاحتلال الاسرائيلي، هو الصحفي بس هم بحاولوا يصنفوا، ولكن هم يتعاملون مع كل وكاله حسب مصدرها وحسب توجهها وماذا يمكن ان يحققوا من خلالها. لهذا السبب نحن كفلسطينيين ايضا يجب ان يكون لدينا خطه واستراتيجيه واضحه في التعامل مع الوكالات الاسرائيليه والتلفزيونات الاسرائيليه داخليا في فلسطين، وكذلك المؤسسات العالميه والدوليه للاعلام. التعامل بنديه، التعامل بنديه بجزئيه محدده. ماذا تحتاج الخليل؟ نعم، أعتقد أنا بحاجة الخليل؟ بحاجه الخليل بان يكون لوسائل الاعلام الاسرائيليه عندما تدخل يجب ان تغطي الوقائع الفلسطينيه وما يحدث للفلسطينيين كما تغطي للمستوطنين، هي تغطي فقط لجريات اربعه، لخرسينة، نعم، لمناطق التماس، للمستوطنين وما يعانيه المستوطنين من اوضاع امنيه سيئه في منطقه البلده القديمه، نعم، وما يحيطهم من اسلاك شائكه وقوات الاحتلال. استاذ عبد العزيز نوفل انا اشكرك للحضور، استاذ خلود مصالحه، أستاذ إياد حماد الزميلة، أنا محميد، أشكر أهالي مخيم عايدة الصامد البطل، وأشكر الزملاء الذين أعدوا أيضا معنا هذه الحلقة، أشكركم جميعا مشاهدينا الكرام، وإن شاء الله دائما تبقى الكاميرا العربية هي الثابتة في هذه الأرض المقدسة، وإن شاء الله تهزم التهويد، وإن شاء الله تكون هي الشاهد الحي ضد شهود الزور في هذه الحياة. كنا معكم في ساعة حوار، أشكركم وأعيد البث إلى بيروت، شكرا لكم.